ضياء طالع في الدروج بتوتر كيقول فجت صحار انت تغيرت ياما، ولا حتى ماما تغيرت، ولا حتى هي تغيرت، ولا حتى ماما تغيرت. ممكن تكون حتى ماما تغيرت. انا شفتك ماما، انا شفتك انتي جيتي، انا شفتك انتي جيتي ماما، انتي جيتي انا شفتك. مشى حل الماريو وجبد منه باليزة قديمة وجلس في الارض وبقى كيقلب فيها، ويجبد تصويرة ماما وهي صغيرة وبقى كيقول انتي جيتي يا ماما، انتي جيتي، ايه طبعا انتي جيتي، انا شفتك جيتي، ايه طبعا جات ماما، انتي جيتي يا ماما لاني انا كنعرفك، انا كنعرفك جيتي. كل شي مشى ولكن انتي جيتي، انتي جيتي. في مركز الشرطة المفتشة دويغو كتشوف المفتش علي وهو كيجلس في بيروه، وبقات كتقول مع راسها شنو وقع ليه، واش انا درت شي حاجة بلا ما انتبه. بقات كتفكر شوية وقالت يمكن ما عندي حتى علاقة بالموضوع، يمكن غضبان من شي حاجة اخرى، ولكن شنو هو زعما. وهي تفكرات فاش كانت جالسة كتخدم في المكتب وهو دخل المكتب وهو هز معاه ساشية وقال ليها يلا دابا استراحة، وهي قالت ليه انت دايما غامض ماشي معقول. حلات الساشي وقالت ليه كاع ما مصدقة جبتي لي محلاية، هو قال ليها ايه حيت ما كتقبليش ترتاحي، كنعرفك مزيان ولكن المحلية نقطة ضعفك، هكا هتضطري ترتاحي. تبسمات ومشات عند سارة وقالت ليها سارة، وهي قالت ليها خير شنو كاين، وهي قالت ليها بغيت نسولك سؤال، بصراحة أنا كنفكر نطلب الغدا، المفتش علي شنو كيبغي؟ سارة قالت ليها في الحقيقة هو أكثر حاجة كيبغيها هي فطائر أضانة، وهي قالت ليها أوكي شكرا، ومشات جلسات في بيروها وهي سارة استغربت من سؤالها، وبقات المفتشة دويغو كتشوف فيه هو متوتر شوية. في القصر يمان جالس في لاتيراس بوحدو وغضبان، وهي جات عنده السحار وجايبه معها القهوة وقالت ليه دابا انت كاع ما مضطر تعيش هاد الألم بوحدك، انت مازال ما نسيتي ياك؟ ما جاوبهاش، وهي تقول ليه انا هنا. شاف فيها وقالت ليه انا جنبك، الزواج هو نكونو مع بعضياتنا. هو يقول ليها هي فاش خلاتنا خاي ما صدقش انها مشات في حالها للأبد، كاع ما تقبل هاد الشي. جلس قدام الباب وبقى كيشوف الطريق وتسناها حتى ترجع، وفاش بابا مشى خاي ما تحملش الصدمة وبحال حتى عقلو مشى. بقى جالس في الباب ايامات في الشتاء ونهار تماما، تسنى وجسمو كيرجف وهو كيهترف بسمية ماما، ساعات طوال وهو كيتسنى حتى مرض، ومن بعد هزيناه ودخلناه للدار. لهذا السبب ما في يمي يشوفو بهذه الحالة مرة أخرى، ما كفاهاش اللي عاناه بسببها، ما كفاهاش اللي خلاتنا نعيشوه. ما عرفتش علاش هاد الدورة كاملة باش نعيشو نفس الشي. سحر تأثرت بزاف وهي كتسمعو، وقال ليها لا انا ما هنسمحش الخاي يتقلق ولو دقيقه اخرى بسببها، ما هنخليهش يتسنى دقيقه من دابا، ما يليقش، هذيك المراه ما عندهاش الحق ابدا انها تخلي عقله يتشوش ويدمر قلبه. ويا سحر شدت ليه في يده باش تهون عليه وقالت ليه بلا ما تقلق لانك انت عكسها تماما، لان هي الظلام وانت النور، دابا هي الداء وانت الدواء، هي الضياع وانت الامان. بقى كيشوف فيها هو عجبو الحال. شكرا نعسى في بيتها وكتوجع، وجالسة حداها تشاشك، وهي قالت ليها انا فيها الحريق بزاف، كنتي هتجيبي ليا اخرتي، ما قدرتش نعس من الوجع اللي جاني في معيتي بسببك، الله ياخد فيك الحق. وهي شاشك قالت ليها صدقيني هادشي اللي وقع بالغلط، كنعتذر، ما عرفتش كيفاش تخلطوا الكيسان، انا متاكده انني عطيت الكاس اللي فيه الدواء ليوسف. وهي قالت ليها انت شحال حطيتي الدواء في الكاس العصير؟ وكان الولد هو اللي شربه في عوطي؟ الله اعلم شنو كان طرا عليه وكيفاش كانت تكون حالته، المره الجايه انتبهي اكثر وديري شغلك بلا اغلاط. شويه هو دقان في الباب ودخلت عليهم سحر، وهي قالت ليهم مرحبا نتوما مسالين؟ ويا شكرا قالت لي ايه احنا مسالين. سحر دخلي، كنا جالسين كنتحدثوا شويه. يا سحر قالت ليها وجهك صفر بزاف شكرا، واش انتي مزيانه؟ شنو وقع لك؟ قالت ليها بلا ما تسوليني يمكن التهاب امعاه، ما قدرتش نعس الليل كامل. سحر قالت ليها الحمد لله على سلامتك، ولكن انتي كاع ما كتخرجي من الدار، منين جاتك العدوى؟ تششك وشكرا بقاو يشوفوا في بعضياتهم، وهي شكرا كتشوف ششك. قالت ليها حتى انا ما فهمتش كاع كيفاش وقع، ولكن كتعرفي هذا مرض كيتنقل باي طريقه. سحر بقات ساكته، وهي قالت ليها شكرا. واش انتي مزيانه سحر؟ البارح سمعت صوت الكمان. سحر حشمانه هزات ليها راسها وقالت ليها ايه جبنا عزيف كمان،
كان زوين بزاف. انا باغي نهبط دابا للكوزينه، انا غنخبرهم يديروا لك تيزان. يا شكرا قال فيها لا شكرا بلا ما تعذبي راسك. تشاشك تصوبها ليا سحر قالت ليها لا شنو كتقولي خليها هي حداك نزليها نصوبها لك. لا تقول ليها صافي واخا ومشات. وشكرا بقات كتعصب وكتقول يا ربي انا هنحمق، هاد البنت كتعامل معايا بطريقه مزيانه وانا كاع ما كنقدر نتحملها، انا هنطرطق. تشاشك انتي كتشوفي الحاله السخيفه اللي انا وصلت ليها بسبب غبائك. ويا تشاشك قالت ليها صافي صبري شويه بلا ما تتعبي راسك حبيبه. ويا شكرا قالت ليها تشاشك خرجي عليا غبري عليا، انا معصبه منك بزاف ما تخلينيش نشوف وجهك، خرجي قبل ما نتعصب عليك خرجي ما بغيت كاع نشوفك. وهي خرجت وقالت ليها غبيه وبقات كتوجع من الحريق. مركز الشرطه جالس المفتش علي في البيرو ديالو والمجموعه كامله. هي دخلت علي المفتشه ضيقو ونزلت ليها على المكتب الطاني وقال ليها شنو هذا؟ قالت ليه فطائر اضانه، انا سمعت انك كتبغيها بزاف حنا راسو. وهي قالت ليه شفتك ما كليتي والو من الصباح، وفاش انتبهت انه وقت الغدا فكرت انه هو قطعها وقال ليها ما كاينلاش تفكري، ما تفكري حتى في حاجه، ويا ريت مره اخرى ما تدخليش بشي حاجه كتخصني. وهي قالت ليه ولكن انا. وهي ساره وابوه هزوا راسهم بقاو كيشوفوا، هو قال ليها بعصبيه واش انا طلبت منك تجيبي لي الغدا؟ ماشي انت اللي اول ما جيتي قلتي كل واحد يديها في خدمته؟ اهتمي بخدمتك حتى انت، شنو علاقتك بيا؟ وخرج وخلاها. هي بقات واقفه محرجه وفرات وساره بقاو غير كيشوفوا. دارت بقات كتشوف فيهم وهي محرجه وخرجت حتى هي، مشات للحمام وبقات كتبكي، بقات كتشوف في المرايه وكتقول لراسها انت حمقه دويكو غبيه، انت ثقتي في هذا الشخص، شفتي شنو طرا؟ وجه لك ضربه باول فرصه ولحق في الحافه، من اليوم ما تدخلي فيه، وإلا تكلمتي معاه بشي كلمه من غير الخدمه ما نكونش سميتي دويكو مفتش علي. وبقات واقفه كتشوف في المرايه وهي متوتره. في القصر سحر دخلت للكوزينه وطلبت مني زليها نصوب زهورات الشكر حيت مريضه وتديها ليها البيتا، وقالت ليها وانا هنشوف الخبز في الفران. ويا خديجه قالت ليها سحر ريحته كتحمق، طلع الخبز كيشهي ما شاء الله، الله يعطيك الصحه حبيبتي. ويا نزليها قالت ليها اي سحر ريحه الخبز زوينه بزاف، انت منين جاتك الفكره تصوبي الخبز؟ ويا سحر تفكرات فاش كانت عند السيده جولان وعطاتها الصوص ديرها في الماكله، وقالت ليها يا من كيبغي الصوص اللي مصوبه في الدار، وهو صغير كان كيبغي الخبز فيه الصوص. تبسمات وقالت لنزليهان حتى حاجه، الانسان مره مره خصو يدير شي حويجات يتفكر بهم ايام الطفوله، مازال سخون انا كاع ما هنستحمل. نزليهان ممكن تجيبي لي الصوص اللي عطاتنا خاله جولان؟ وهي قالت ليها ايه واخا. وهي خديجه قالت لنزليهان بما انه ما بقى عندنا حتى شغال هنا في الكوزينه خلينا نطلعوا الفوق نخدمه. وهي قالت ليها واخا خالتي ولكن حتى ندير الزهورات للشكرا. وهي قالت ليها واخا بنتي. شويه وهو يمان يدخل لعندهم وقال ليها انت شنو كديري؟ قالت ليه ياك انت كتبغي الخبز مع الصوص؟ اكيد حتى خالي ضياء كيبغيها، كندير خبز بالصوص. يمان تبسم وقال ايه كنبغيها. قال ليها انا تكلمت مع الدكتور ديال ضياء قال لي انه ممكن يتفكر حوايج جداد وفي مده قصيره يعني ان شاء الله. قالت ليه ان شاء الله هتسالى بالزربه. قال لها ان شاء الله وهو مهموم. قال ليها وحتى انا بغيت ناكلو. تبسمات وقالت ليه ايه واخ. في باب مركز الشرطه جلس المفتش علي متوتر وقال مع راسو بهدلت البنت قدام كاع دوك الناس كيفاش درت هكا؟ هي شوشات ليا عقلي وطراتني ندير هكاك، ويلا كان هكا احسن. ونهض دخل المركز في المكتب ايبو قال ساره يلا ساره علاش تعطلتي؟ قالت ليه انا جايه. ومشاو بقات ضيقو فرات وقالت مع راسها فين هاد الملف؟ ومشات البيرود عليه كتقلب عليه وفرات كيشوف فيها، وقالت مع راسها قلت ما هنكملش الملف ولكن ما يمكنش. هو فرات قال ليها شنو بغيتي؟ واش كتقلبي على شي حاجه؟ قالت لي ايه انا كنقلب على الملف الخاص بجعفر بخصوص المطعم. هو قال ليها انا كنعرف بان المفتش علي كان هيتلقى بشي حد بخصوص هذا الموضوع، على الاغلب هو عنده. وهي تقول ليه شكرا لك فرات كان خاصني دابا. وقالت مع راسها من الاحسن نحل هذا الموضوع وجهي لوجهه. وخرجت في القصر ضياء في بيتو هز التصويره دماما وكيقول يا من كاع ما مصدقني دابا ولكن انا شفتك ماما، انا شفتك شفتك جيتي شفتك. شويه وهي دخلت سحر ومعها يمان وقالت ليه اخي ضياء وخبط التصويره مور ظهره شوف شنو جبت ليك. ويمان قال ليه
خاي شنو هذا؟ انت خبيتي شي حاجه؟ هو مخلوع؟ قال لي لا انا ما خبعت والو يا مان. وبقى كيخبع التصويره في جيب سروالو. شنو غنخبي؟ انا ما خبيت والو. ويا التصويره طاحت ليه في الارض، هو يا مان بقى كيشوف فيها، وفاش مشى يهزها حتى ضيع بغى يهزها، لكن يا مان سبق ليها. قال لي هذه التصويره منين جات؟ هاد التصويره انت كنتي مخبيها؟ وضيع توتر وبقى يقول يا مان انا يا مان انا. ويا مان بقى كيغوت عليه ويقول لي انا ما قلتش ليك ما بغيت نشوف حتى حاجه كتخص ديك المراه في هاد الدار. سهر كتشوف فيهم مستغربه. هو ضياء كيتلعثم قال لي انا. هو يا مان قطعو قال لي اذا شنو هادي؟ وبقى كيقطع فيها. وضياء كيغوت يقول لي لا يا مان ما ديرهاش. ويا مان كيقطع فيها. وضياء كيقول لي هادي ذكرى، هادي ذكرى من ماما، هادي ذكرى بلا ما ديرها يا مان، هادي ذكرى لعائلتنا. وبقى كيشد في راسو بلا ما ديرها يا مان، بلا ما ديرها. ويا مان قال لي بالغوات هاد المرأة ماشي من عائلتنا خاي، حنا عائلتك وفقط انا ويوسف وسحر، لكن هذه هي اللي قتلت لينا حياتنا وقتلت سعادة عائلتنا. هاد المرأة حقيرة ما عندهاش القلب. وضيا يقول ليه يا مان انا كنت رجاك عطاني تصويرة. ويقول ليه لا خايف، فهاد الدار ما تكون حتى حاجة كتفكرنا بهاد المرأة. ومشى غضبان وبقات واقفة سحر كتشوف، وضيا بقى كيضرب في راسه. في مركز الشرطة المفتش علي داخل وهز معاه الملف، وهي ضويقو موراه وقالت ليه مفتش علي. ويقول ليها انتي علاش كتلاحقيني ودايما موراي؟ ويتقول ليه شنو مشكلتك معايا؟ شنو اللي ضرك من جهتي؟ بقى كيشوف فيها وهو ساكت. في القصر يامان متوتر ومعصب بزاف، وكيشوف يدو تصويرة مقطعة. وهي خرجت لعندو سحر وقالت ليه انت مزيان؟ قال ليها البارح الليل كامل وانا كنفكر شنو ممكن ندير الا هي جات لهنا، الا تجرأت دخلت لحياتنا. عارف جالس كيشوي الفلفلة في بلاصتو، ويا غدا لجهتو مرا حس بيها ودار وتخلع. فاش شافها قال ليها بشمئزاز انتي؟ ما جاوباتوش وبقات كتشوف فيه. سحر قالت لي يامان شنو كنتي هادير؟ قال ليها ما نخليهاش تعيش، الا جات لهنا ما نخليهاش تعيش. يا سحر تخلعات وبقات كتشوف فيه. ويا قالت ليه انت ما تخليهاش تعيش؟ شنو كتقصد بهاد الهضره؟ قال ليها انا ما هنسمحش ليها حتى تنفس ولا تنطق بشي كلمه، ما نخليهاش تشوف وجهنا وحتى حد ما يشوف وجهها. كما هي قتلت طفولتنا وحرمتنا السعاده، انا كاع ما هنسمح لها تدخل لحياتنا مره اخرى. سحر بقات مخلوعه وبقى كيشوف التصويره المقطعه اللي حرق فوق الطبله. سحر كتشوف فيه وهي مخلوعه وقال ليها والنهار خلاتنا ومشات، في النهار اللي مات فيه بابا، هي ماتت بالنسبه ليا، هي كاع ما كاينه. وبقى كيشد في يديه كاع ما عندها وجود، ماتت. سي عارف قال للمراه انت شنو كديري هنا؟ علاش جيتي؟ بقات كتبكي وقالت لي حيت ندمانه بزاف، انا كاع ما قادره نتحمل نعيش بهاد الالام اكثر، خليتهم يعيشوا في العذاب وضميري كيعذبني. رجعت لي انه يمكن انت كاع ما تصدق كلامي، لكن انا ندمانه بزاف، نتمنى نقدر دابا نصلح الخطا ديالي، ندير اي حاجه باش نخليهم يسامحوني. عارف كنعترف انني ارتكبت خطا كبير، خليت عائلتي وولادي ومشيت بطريق اخرى، لهذا السبب جيت باش نمسح عذاب الماضي. انا باغي نطلب السماح من ولادي. ويقول لها عندك تي خليتي ولادك وهما صغار وما سولتيش فيهم. بقات كتبكي عليه. وقال لها واش كتذكري فاش لقيتك هذه سنين وقلت لك تهلاي في ولادك؟ واش عاقله شنو قلتي لي؟ انا كاع ما ولدت باش نكون ام، قلتي لي بانك بغيتي تعيشي حياتك، باي حق كتكلمي على الولاد وبغيتي يسامحوك؟ انت ما كتحشميش وما كتخافيش من الله؟ بقات كتبكي. قالت ليه واخا انا كنعرف مزيان انه ما عندي حتى حق عليهم، ولكن انا مضطره نرجع ليهم عارف، لانه انا. هو قطعها وقال ليها شنو انت؟ قالت ليه لانه انا كان موت عارف. هو يسكت وهي عاودت عليه كان موت. تاثر عارف شويه وبقى ساكت، وهي بقات كتبكي بحرقه. يمان قال للسحار واخا نعرف انها تموت اليوم، وقالوا لي واش ما تبغيش تشوفها لاخر مره قبل ما تموت؟ غنقول لهم لا ابدا، ما بغيش نشوف وجهها باش نحاسبها. سحر بقات ساكته وهو يقول ليها انت عندك استعداد تهدي الدنيا الا وقعت شي حاجه لطفر يوسف، واخا ماشي مو الحقيقيه، حاربتي باش تبقاي جنبه، عانيتي وتعذبتي باش تعتني به،
هكا كتكون الأمومة. ديك المرأة ما تستحقش تولي أم. سحر بقات ساكتة وكتشوف فيه وكمل يمان. قال لها هي عبارة على وحش ظالم ضحت بولادها، ولهذا السبب ما هنسمحش لها تدخل لحياتنا أبدا. المرأة قالت العارف معها السرطان وما بقاش عندها الوقت بزاف، الحاجة الوحيدة اللي بغات هو طلب السماحة من يمان وضياء قبل ما تموت. هو عارف قال لها إذا أنت بغيتي تطلبي السماح وهادشي غير من ولادك اللي في القصر ياك، هادشي اللي فهمت. شنو بخصوص علي؟ ما فكرتيش تطلبي منه السماح؟ ولا هو ما عنده حتى قيمة عندك؟ وهي قالت ليه كتعتقد ما فكرتش فيه حتى هو، لكن علي كيظن أنني ميتة، كي هندير نبان قدامه دابا ونقول ليه أنا ماماك؟ وهي حلات ساكها وجبدت منه الدواء وشربته قدامه هو كيشوف فيها. أنا كاع ما نقدر نواجه علي ونتكلم معاه، ما نقدرش نخليه يتوجع على خسرتي جوج المرات. عارف هو يقول ليها انت كتكذبي، انت كاع ما كتفكري في علي، انك كتعرفي مزيان حتى واحد ما يصدقك. الا عرفوا انك خليتي حتى علي ومشيتي، انت خليتي اطفال ومشيتي في طريقك بلا ما تسولي فيهم، من الاحسن تنسيهم في خطره وما تنطقيش سمياتهم. الشر اللي انت درتي ما يخليك تمشي غير لجهنم. ما عيتي ما شبعتي من الخيانات اللي ارتكبتي. بقات كتشوف فيه وتبكي وقال لها الصاحب اللي سمحتي في راجلك على ودو فاش عرفك انك حاملة من راجلك ما تخلاش عليك حتى هو، وفاش بقيتي في الزنقة في البرد والجوع ربي ما صيفطلكش الناس مزيانين عاونوك، واش انتي ما جاتكش فرصة اخرى؟ شنو درتي ديك الساعات؟ وحتى بعد ما وقعت ديك الحديثة مات الراجل اللي كان عليك يعتبره باباه هو مازال راضيه، انتي لحتي علي لعمه وهربتي في نصاصات الليل، علاش زعما؟ قال لي هو متقزز على ود الفلوس، لانك كتحبي الدنيا ياك، شفتي هذه هي اخر حب الفلوس والدنيا الفانيه. اه حتى لي انت رجعتي للناس اللي عطيتيهم ظهرك. وهي مازال كتبكي قال ليها ولكن هذه المره ما هتكونش بحال قبل. هو معصب قال ليها الا كان في راسك شي خطه جهنميه جديده. وهي قطعته وقالت لي وهي كتبكي انا قلت لك كنموت، كنترجاك تفهمني، قدر الموقف ديالي انا كنموت. قال ليها هاد المره ما هتقدريش تخدعي شي حد، ورب العالمين يشهد على كلامي انا كاع ما هنسمح ليك بهاد الشيء، ما هنخليكش تأذي من ولا ضياع ولا تدمري ليهم حياتهم، وطبعا رب العالمين هيحاسبك على افعالك. حنا ترسل الارض. هو قال ليها كتعرفي بان يمان ما بقاش كيثق في اي مره، لكن الحمد لله جات سحر قدامه. انت شديتي قلب يمان فاش مشيتي، لكن سحر قدرت تفتح ليه قلبه وتدخل. انا كاع ما هنسمحش ليك تفسدي علاقتهم، كنعتقد جا الوقت باش يعرفوا اي حاجه درتيها. وهي تخلعات وبقات كتشوف فيه ويقول ليها يمان وعلي جا الوقت باش يعرفوا انهم خوت. وهي كتبكي قالت ليه كاع ما ديرها انا كنترجاك، كاع ما ديرها ولا ممكن يتدمروا اكثر. وقال لها لا هما كاع ما يتدمروا، انا كاع ما هنسمح بهذا الشيء، هما بجوج باذن الله هيوقفوا في وجه عمايلك ويكونوا اقوى من الاول. ويا مخلوعه قال ليها بما انك جيتي باش تحاربي خصك تعرفي ان ولادك ما كبروش بوحدهم، هاد المره انت ما تكون عندك حتى فرصه باش تربحي بشرك، خليها وكحزن حداها. ويا بقات واقفه في بلاصتها كتبكي، وبعدها مشات في حالها. بقى هو متوتر في بلاصته وقال مع راسو انا سكت كاع هاد الاعوام غير باش نوفي بوعدي وباش ما نفتحش الجرح القديم، ولكن دابا انا مجبر، جا الوقت باش يعرفوا راسهم خوت. يمان جالس في بيرو في القصر كيشوف تصويرته هو وخوته مجموعين، وقال حنا ثلاثه د الخوت تحملنا وعانينا بوحدنا، بنينا حياه جديده وقويه من تحت الانقاض. ضياء انت الوحيد اللي بقيتي لي من عائلتي، كاع ما هنسمح لا لضلها ولا لوجودها ولا لفكرها ولا لاسمها انه يدمروك مره اخرى، حيت حنا خوت. في مركز الشرطه المفتشه دويكو قالت للمفتش علي انت ما عندك حتى جواب، قول بالزربه شنو مشكلتك معاي، شنو ما درت بالزربه كتعصب عليا، لنكون دايره شي خطا بلا ما نتابه مثلا. هو بقى ساكت وهي قالت ليه امر غريب، دابا ما عندك حتى جواب، كاع ما هنخليك بوحدك حتى تجاوب على سؤالي، انا كي هندير نعرف الغلط ديالي. هو بقى ساكت وهي قالت ليه ممكن تكلم باش نكملوا في خدمتنا. هو يتفكر اول نهار فاش باتت عندهم في الدار ولبست الكسوه
وبقى مندهش هو وعمته سلطانة من جمالها، ويقول لها: انت علاش كتلعبي معاي؟ انت شنو مشكلتك معاي؟ وهي قالت ليه: انا ما عندي حتى مشكلة، المشكلة عندك انت، وانا بغيت نعرف شنو هو الموضوع. ويقول لها: تعطلنا في خدمتنا بسببك، هذه هي مشكلتي الوحيدة. وهي تقول ليه: انت شنو قصدك؟ ويقول لها: انت كاع ما منتبه ياك، فاش جيتي من انقرة جبتي معك عصابات المافيا وخليتي المجرمين يلحقونا، ومن بعد فتحتي مواضيع اخرى بسبب عمايلك كاع ما نقدر نتابع كاع الملفات، فهمتي دابا شنو هي مشكلتي؟ قالت ليه: انا كاع ما عاقله انني طلبت المساعده ديالك، انت اللي طلبتي تعاوني. قال ليها: لاني ما كنتش متوقع ان مصائبك تكون كبيره، سمحي لي. وهي تقول ليه: عندك الحق، انا اللي جبت ليك كل هاد المصائب، لكن من اليوم هنحلها بوحدي، سنين وانا عايشه بوحدي، ودابا هنكمل طريقي بوحدي. هو حنا راسو. هي قالت ليه: كل واحد يشوف خدمته وصافي. ومشات وخلاته، وخرجت للباب وبقات كتبكي وقالت: الحق عليا، علاش تقت فيه؟ علاش صدقتيه وتقتي فيه الغبية؟ وقالت: الحق عليا، علاش تقت فيه؟ علاش صدقتيه وتقتي فيه الغبية؟ هو كاع ما تردد يعطيك هاد الصفعة من الآن فصاعدا، كاع ما ترتكبي هاد الغلط، وما تعاودي كاع تقي في شي حد كيف ما كان، ولا تقربي منه.